بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الفيديو ده إن شاء الله هو رقم 3 في فيديوهات حل الكبسولة الخاصة بـ A1. ده رقم 3. الفيديو الأولاني كان الوحدات من الأولى للتالتة، الفيديو التاني الوحدات من الرابعة للستة. الجزئية دي السينونيمز والأنتونيمز والكولوكيشنز، الحاجات بتاعة الوحدات من الأولى للستة كلهم مع بعض. طبعا زي ما أنت واخد بالك كده، الأسئلة دي كلها من أسئلة امتحانات الثانوية العامة السابقة، فالمفروض تركز فيها قدر المستطاع. أول سؤال: They have benefited the new law. benefit يعني يستفيد الأول. بس قبل ما أحل السؤال ده عايز تركز كده إن عندي كلمة benefit from، ده كده verb بمعنى يستفيد من. لكن أنت عندك كلمة اسمها a benefit of، ودي كده noun بمعنى فائدة من فوائد. يبقى أنت عندك benefit from verb، لكن benefit of noun. السؤال اللي عندي هنا الراجل بيقول لك they have benefited، يعني هم استفادوا، فانت كده عايز فعل ما دام بيستفيد من، يعني benefit from. ناخد of دي لما تكون اسم. There is no not cure for the condition او this condition it will take some time to treat. عايزك تركز كده ان it will ده هي الاختصار، ده هو اسمه contraction يعني اختصار. ركز في ده عشان عندك في الرايتنج الجزئيه دي. المهم بيقول لك ليس هناك علاجا ايه لهذا المرض، الموضوع بياخد فتره عشان يخف، يعني dependent يعني اعتمادي او معتمد، distant يعني بعيد زي عندي far away في المنهج، وعندي كمان isolated، الكلمات دول بيساووا بعض isolated. طيب عندك instant يعني فوري، وعندك constant معناها مستمر او دائم. فليس هناك علاجا فوريا لهذه الحالة، الموضوع بياخد فترة من الوقت. I think everyone will take part in the next meeting. اعتقد ان كل واحد سوف يشارك في الاجتماع المقبل. كلمة meeting دي في المنهج عندنا كانت جاية بشكل تاني، كانت جاية بمعنى فورم، وكانت في امتحان 2022 ثانوية عامة هتقابلنا اكيد. المهم كل شخص لابد ان يشارك فيه. يشارك فيه اسمها take part in. ادي عندك part in. بدل ما تستخدم take part in ممكن تستخدم كلمة share in او participate in. participate in، share in، take part in، الثلاثه نفس المعنى. A brilliant worker، العامل الذكي، has not a great idea. طبعا انت عارف ان موضوع idea دي احنا اتفقنا عليها الحصه او الفيديو اللي فات، قلنا ان احنا ممكن نقول come up with ideas، develop ideas، brainstorm ideas، وانت عندك في الاختيارات come up with. come up with great ideas يعني يقدم افكارا جديده. successful people، الناس الناجحون، who achieve their goals always not their time. الناس الناجحون الذين يحققون اهدافهم، كلمه اتشيف جولز يحقق الاهداف، وعندك في المنهج كلمه اسمها اتشيف فيرستس يحققون المراكز الاولى. المهم الناس دول دايما بيعملوا ايه في وقتهم؟ ريلايز يعني يدرك، ويست يعني يهدر، وتيك يعني ياخذ، لكن مانج يعني يدير، وعندك مصطلح اسمه تايم مانجمنت اداره الوقت. There is an increase not the number. عندي increase دي عايزك تركز فيها عشان فيها كذا لعبه كده ممكن تيجي في الاسئله. عايزك تعرف ان increase كده اهو كده ده فعل، ممكن نقول increase طبعا هي كلمه واحده، طبعا ما ينفعش نفصلهم عن بعض كده. increase in يعني زياده في، طيب increase by يعني زياده بنسبه كذا. لو عايز اقول لك في زياده في الوفيات، زياده في الحوادث بنسبه 10%، فاقول لك increase in accidents by 10%. طيب المهم الراجل بيقول لك هنا there is an increase، هناك زياده في عدد، ما دام زياده في يبقى increase in اللي هي دي. طب لو عايز اقول لك بنسبه 50% مثلا على سبيل المثال هيقول لك by. we need to not a replacement، محتاجين ان احنا نجد بديلا ل النون رينيوبل انرجي، نجد بديلا ل اسمها find replacement for. a not will، طبعا دي جمله كانت اول جمله في الامتحان 2022. البئر، طبعا انا متفق معاك قبل كده انك لما تلاقي عندك ا فانت ممنوع تاخد الابوستروفي، ممنوع تاخد الاس. اول ما تلاقي ا فالابوستروفي ممنوع والاس ممنوع، ولا ينفع ابوستروفي اس ولا اس ابوستروفي، لان الا دي معناها ان الكلمه اللي انا هستخدمها مفرد. 20 meters فيها اس ارميها بره، وهنا برضو meters ارميها بره، هنا 20 meter و 20 meter دول افكر فيهم. احنا متفقين ان احنا ناخد هايفن لما يكون بعدها اسم، اللي من غير هايفن لما يكون بدون اسم. وانا عندي اسم اللي هو بئر كلمه ويل، يبقى حضرتك هتقول 20 متر اللي فيها هايفن رقم بي. The elder brother usually not responsibility for his young sisters. بقول لك الاخ الاكبر دائما يتحمل مسؤوليه. يتحمل مسؤوليه هي واحده من ثلاثه حضرتك حافظهم قبل كده اكيد. الاولانيه لو عايز اقول يتحمل مسؤوليه هقول لك take responsibility،
ممكن نقول shoulder responsibility، ممكن نقول have responsibility، والرابعه كمان معاهم bear responsibility. الناس دول كلهم كده بنجيب بعدهم responsibility اللي معناهم كلهم يتحمل المسؤوليه. طيب الجمله اللي بعد كده يا عم رقم 9 قلناها، يقولنا هنا responsibility، فانا عايز take او have او shoulder او bear، اي حد من دول قدامك تيكس اهي. عندك make does achieve بره الحوار. The scientist tries to not a conclusion for his research. العالم بيحاول ان هو يجد نهاية، يضع نهاية للبحث. انت عارف مع conclusion دي ممكن نستخدم draw a conclusion، ممكن نستخدم كمان كلمة reach a conclusion. والراجل في الاختيارات مدي لك reach، خدها يا باشا، ولو كان في draw كنا خدناها. مستر حسن asked his students to not creative suggestions. في الامتحان اللي فات، في امتحان سنة 2022، كان الراجل جايب لك، لا في 2021 في التجريبي، كان جايب لك ميك موديفيكيشنز. في امتحان 22 كان جايب لك ميك انجمنتس تقريبا. في الامتحان ده الراجل جايب لك ميك سجستشنز. فانت عايزك تحفظ الكلام اللي بيجي مع ميك واللي بيجي مع دو، عشان ده مهم. ميك سجستشن يقدم اقتراح. طيب ميك ريكومنديشنز يقدم توصيات. ميك نويز يعني يحدث ضوضاء. make modifications يعني يقوم بعمل تعديلات. اعرف الموضوع بتاع ميك ده عشان مهم. The king took note of those who accused him of treason. treason دي اللي معناها الخيانه، وتاني مره اتقابلنا. الملك عمل ايه لاولئك الذين يتهمونه بالخيانه؟ took revenge يعني انتقم. treaty دي معناها معاهده، زي ما قلنا سلام treaty، معاهده السلام. bravery شجاعه. confidence ثقه. فالراجل الملك خد انتقامه، اخذ بسأره. ودي في القصة عندك لما كنا بنقول ان المس هافيشام decided to take revenge on men. جيانا فاروق has not medals in four different countries. جيانا فاروق فازت بميداليات. يفوز بميدالية اسمها وين؟ أميدال. امال ايه جين؟ جين دي بتيجي مع الحاجة المعنوية. بيت يعني يهزم، بتساوي كلمة defeat، وهما الاثنين معناهم يهزم. overcome يتغلب على، بتساوي كلمة get over. لو قلنا مثلا يتغلب على مخاوفه، يتغلب على المرض، فالناس دول هنا هم الاثنين ينفعوا. My father likes classical music. ابويا بيحب الموسيقى الكلاسيكيه. انا بقى على العكس بحب الجاز. على العكس ما on the other hand. On the other hand اللي هي دي. طب ليه ما ناخدش on the one hand؟ انت بتاخد دي فقط لما يكون عندك on the one hand من ناحيه، وفي الجمله جايب لك برضه on the other hand. يعني انت ممكن تقول on the one hand وجمله بعدها، والناحيه الثانيه on the other hand برضه. طيب on balance دي معناها عموما. عموما طبعا ديوتي دي الواجب. We considered all factors. اول ما تلمح الجملة بتاعت consider all factors دي، اعرف ان انت عايز on balance على طول من غير ما تفكر. on balance يعني عموما، انت بتقول احنا فكرنا في كل العوامل، وعموما يعني المشروع ده حقق نجاحا كبيرا. اول ما تلمح considered all factors، عشان دي موجودة في اللونج مان، يعني سؤال ينفع يجي في امتحان، فاخد بالك. اول ما تلمح دي اعرف ان انت مباشرة عايز on balance. When Mazin's father died. لما ابو مازن مات. مازن not a lot of money as inheritance. مازن خد فلوس كتيرة كميراث. والسؤال ده برضو في اللونج مان، واجابته الوحيدة جين. يا عم مش جين دي بتيجي مع الاسم المعنوي. هقول لك بص ركز معنا. جين دي بتيجي بعدها اسم معنوي بمعنى يكتسب، او بيجي بعدها المال، بس اللي هو بيجي بدون عمل من غير شغل، خصوصا مع الميراث. وقلت لك قبل كده برضو ممكن نستخدم وين money يعني يكسب فلوس، بس انت كده عايزها كجائزة. لكن انت لو قلت لي earn money كده يكسب فلوس، زيها برضو make money، بس دي كده يكسب فلوس من العمل بعد ما اشتغل في شركة. ف earn money و make money. السؤال هنا حضرتك الراجل جايب لك فلوس ميراث، يبقى دي اسمها gain money، وده سؤال مهم. you are doing well. انت ادائك كويس جدا. My coach said. المدرب قال لي كده. I am sure you will carry not achieving more success. انا واثق انك ستستمر فيه. يستمر فيه اسمها carry on. عندك برضو من حوار carry اللي عندك في المنهج، عندك كلمة carry out اللي معناها ينفذ، ولازم تبقى عارفها. I am worried. انا قلق. I have to not a lot of tests before I get the job. بقول لك انا قلق لاني لازم اخد اختبارات قبل الوظيفة. انت عارف do a test يعني يقوم باداء اختبار، يبقى هنا خدنا do. اوعى تختار تيست اتيست، امتحان امتحان، سيبك من العربي اللي احنا بنعمله. طيب on A the temperature on Mars is about 60 degrees Celsius. خد بالك كان الراجل قال لك 60 degrees درجة حرارة 60. طب ما انا عندي يا مستر كلمة temperature درجة حرارة.
امتى ناخدها؟ لما تكون بدون رقم، لكن لما يكون عندك رقم تاخد ديجري. طب على سبيل المثال عايز اقول لك درجه الحراره مرتفعه في مصر هذا الاسبوع، يبقى ذا تمبريتشر از فيري هاي، ما قلتلكش كام، لكن درجه الحراره 40 يبقى 40 ديجريز. المهم ده مش موضوعنا بارك. عموما يعني هو عايز يقول ايه؟ عموما او في المتوسط يعني حاجه من دول، درجه الحراره تكون 60 درجه، ما فيش اصلا اون بالانس اللي هي عموما، هو جايب لك افريج اللي هي في المتوسط. اون بيربس دي زي ما قلنا قبل كده معناها عمدا او متعمدا، ديوتي يعني الواجب، ابروفال الاستحسان. You mustn't not the law or you will face consequences، هتواجه عواقب لو انت عملت في القانون، لو انت اتبعت. لا يجب عليك الا تتبع ولا يجب عليك الا تتعدى على القانون. break the law يعني يتعدى على القانون، زيها ممكن نستخدم كلمة violate اللي واجهتنا في اول وحدة، violate يعني ينتهك، break يعني ينتهك، و this obey الناس دول معناهم ينتهك او لا يتبع. ادخل على بعد كده رقم 21. some people not to perform better in the morning that suits them most، بعض الناس ايه ان هم يؤدوا بشكل كويس في الصباح. object to يعترض على، واصلا بعدها الفعل مضاف له ing. encourage لازم بعدها مفعول الاول عشان ناخد to. طب لو ما فيش مفعول ناخد ing على طول، فعشان كده ممكن اقول لك some people encourage performing better، يعني بعض الناس يوصونا او ينصحونا او يشجعونا على الاداء الجيد. tend to يعني يميل الى، ودي اجابتنا. attend يعني يحضر او يرافق، فبعض الناس يميلون للعمل بشكل افضل في الصباح. a great ceremony احتفالا عظيما was held in a of the Egyptian team، احتفالا عظيما عقد، خد بالك كلمة hold يعني يعقد و hold يعني يمسك، ركز في دي كويس. كلمة hold بتساوي كلمة catch لو المعنى يمسك. طب لما الراجل في جملة مثلا وقال لك we not a مثلا conference conference in 2007 وقال لك اختار تاخد hold اللي هي الماضي من hold ولا كوت الماضي من كاتش، لحضرتك هنا ما ينفعش تاخد خالص وهتفكر في كلمه كوت، لكن احنا هناخد هولد. ليه بقى؟ عشان هولد ليها معنيين، المعنى الاولاني يمسك هتساوي كاتش، المعنى الثاني يعقد ما تساويش كاتش كده. ماشي. المهم ده مش موضوع السؤال بس انتبه له عشان هو كان سؤال في امتحان قبل كده. المهم a great ceremony احتفالا عظيما عقد in a of Egyptian team winning in fact في الحقيقه in favor of معناها لصالح in advance معناها مقدما in conclusion يعني ختاما. الراجل بيقول لك في احتفال عظيم عقد in favor of تأييدا لي او لصالح الايجيبشن تيم الفريق الذي فاز. when I not to school على فكره كان ممكن نستخدم هنا in honor of تمجيدا لي. when I not to school I realized that I had forgotten my activity book at home، لما انا وصلت المدرسه اكتشفت ان انا نسيت الكشكول في البيت او الكتاب الورك بوك في البيت. ريتش يعني يصل، بتيجي بدون حرف جر. جيت عايزه بعدها تو، ارايف عايزه بعدها ات او ان، نيد يحتاج بره الحوار. انت عندك هنا مين يا عم؟ تو، يبقى جوت تو. عايز تاخد ارايفد والمدرسه هتاخد ارايف ات سكول عشان دي بنجيب ارايف ات مبنى، لكن ارايف ان بلد. فانت كده قدامك اختيارات كتير، وين اي ريتش ذا سكول من غير تو من غير حرف جر، او جوت معاها تو، او ارايفد ات سكول. وخد بالك جيت بيجي بعدها تو دايما الا مع هوم، ما نخدش جيت او ما نقولش جيت تو هوم، بنقول جيت هوم على طول. The lawyer accused the prisoner not in his statement، ولكن المحامي اتهم يتهم شخصا به، زي ما قلنا قبل كده charge with accused of، يبقى انت عايز of of دي بعدها حرف جر طبعا فبعدها ing. فانا هقول لك of lying to المصدر بره ويز لا اوف اهي بس جاي بعدها مصدر، احنا عارفين ان حرف الجر اوف دايما بعد اي ان جي، اي حرف جر في الانجليزي بعد اي ان جي، واحنا خدنا اوف تحديدا لان اكيوز اوف يتهم بي، كونفيكت اوف يتهم بي، وتشارج ويز يتهم بي. ذا بوليس ار لوكينج فور ذا كرايمنال هو هاز نوت ذات هوريبل كرايم، البوليس بيبحث عن المجرم الذي ارتكب الجريمه. طبعا انت عارف يرتكب جريمه اسمها كوميت ا كرايم. طيب تعال نشوف كده في الاختيارات، مديني ميك، مديني كوميتد، مديني كومبت ينافس، وكوريكت يصحح. طب ليه ما نقولش ميك ا كرايم يعني يفعل جريمه؟ لا يا معلم، ما هو الكولوكيشنز ما بتجيش بالحب، هي اسمها ميك كوميت ا كرايم او دو ا كرايم، يعني انت ممكن تقول هو هاز دون ا كرايم. ماي جراند فادر او ماي جراند ماذر كان ستيل نوت فولنتير ورك، يقوم بعمل تطوعي اسمها دو فولنتير ورك، وادي عندك دو مع اصلا اي حاجه فيها دو او فيها جوب بناخد دو، اي حاجه فيها جوب او ورك ناخد دو. طيب how do you not ideas among a group of friends،
to get more information about something. كيف تستطيع انك تعمل ايه في ال ideas؟ قلنا ideas دي يا عم قبل كده. come up with ideas, develop ideas, brainstorm ideas. الراجل مديك brainstorm اهي. كيف تستطيع انك تعصف افكارا، تعصر دماغك وتطلع افكار من اصدقائك. طبعا رايز دي معناها يرتفع، لكن مايند اللي هو الفكر، وبيجي بعدها دايما اي ان جي دايما لو معناها يمانع. ستورم عاصفه، خد بالك مايند بعدها اي ان جي. لكن لو انا قلت لك مثلا على سبيل المثال دو يو مايند، حالات مايند دي كلها اهو، دو مايند هات بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. طيب لو قلنا وود يو مايند برضه هناخد بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. طيب لكن لو انا قلت لك وود او دو، اي واحده منهم يعني، يو مايند اف اي، هناخد هنا بعدها الفعل عادي حسب الزمن. دو يو مايند اف اي تيك يور بن، اف اي توك يور بن، ايا كان بقى حسب السياق. طيب عندك مانع لو انا اخذ قلمك او لو انني اخذت قلمك؟ طيب اي ام وريد اي هاف تو نوت a lot of tests، لسه حالا قايلين دو تيست، يبقى ادي عندك دو. ماي فادر وركس هارد تو نوت هيز ليفنج، المصطلح يكسب قوت يومه اسمها ايرن هيز ليفنج. المصطلحات دي لازم تحفظها، ما فيهاش مجاملات، ما فيهاش تفهيم، اسمها ايرن هيز ليفنج. ماي براذر هاز نوت ذا فيرست برايز، يفوز بالمركز الاول، يفوز بجائزه اسمها وين ا برايز، ادي كده وين. بيت يعني يهزم، قلنا بتساوي ديفيت، الاثنين دول معناهم يهزم. ايرن يعني يكسب مال، زيها ميك ماني. جين يعني يكسب حاجه معنويه، ويكسب مال كاميروس. شي يوجوالي وركس هارد، بتشتغل باجتهاد. شي نوت هير سيلف ان هير ورك، بتشتغل باجتهاد فهي تغمر نفسها في عملها. افويد يتجنب، وبعدها الفعل مضاف له اي ان جي. اميرس يعني يغمر، اماجن يتخيل، وفري يعني يحرر. دونت جيف نوت اون يور دريمز، لا تتخلى عن احلامك، يتخلى عن او يستسلم اسمها جيف اب. فلا تتخلى او لا تستسلم، يبقى دونت جيف اب يور دريمز. اي تراي، تراي دي حق بعدها طول مصدر او اي ان جي، هو مديني كلهم اي ان جي، بس المهم قال لك ايه بعدها؟ ماي ستادي تايم انتو 20 مينت بيريودز، انا حاولت ان اقسم وقتي الذي اخصصه للمذاكره الى جلسات 20 دقيقه لكل جلسه، يبقى ديفايدنج، ديفايد يور تايم، قسم وقتك. This research was done، هذا البحث تم القيام به. The request of at the request of، يعني بناء على طلب. والكلمه دي جت فين في المنهج؟ at the request of، جت فين في المنهج يا عم؟ في القصه. امتى؟ لما كان بيقول لك ان بيدي كتبت الخطاب لبيب at the request of مستر جو، بناء على طلب مستر جو. The meeting is in a، it hasn't finished yet، الاجتماع ما زال ايه، هو ما خلصش. in advance يا عم معناها مقدما، in addition معناها بالاضافه الى، in progress معناها مستمر، طب short يعني قصير، in short طبعا معناها باختصار لو هنجيبها على بعضها. فالاجتماع ما زال مستمرا ولم ينتهي. you have enabled me to solve the problem، انت ساعدتني، مكنتني من ان احل المشكله. thanks not your help، والله يا عم انا عندي thank، بنجيب بعدها الشخص. thank شخص for شيء. I thank my brother for his help، انا عندي هنا الهيلب المساعده فناخد فور. وعندك كلمه thankful، thankful منها اللي معناها ممتن، بنجيب بعدها تو الشخص، فور الشيء، كده كده الشيء مع فور. some people get not easily، بعض الناس بيحصل لهم ايه بسهوله. and lose concentration، بيفقدوا التركيز. if there is too much noise، لو عندهم ضوضاء فهم بيصبحوا get distracted، معناها يتشتت. بعض الناس بيتشتتوا بسرعه وبيفقدوا تركيزهم. attracted يعني ينجذب، connected معناها متصل، rejected معناها مرفوض، صفه. not out means to disappear slowly or become quieter، معناها انك انت ان الشيء يختفي ببطء او يصبح اهدأ. look out معناها يحترس، carry out معناها ينفذ. عندك يا باشا fade out معناها يختفي، اللي معناها يضمحل ويختفي، ودي الاجابه طبعا، والتعريف ده متاخد نصا من اوكسفورد ديكشنري. run out معناها ينفذ، يعني معناها to use all that you have، انك تستخدم كل ما لديك، يبقى fade. والمصطلح ده ما اظنش اني قابلته في المنهج قبل كده، لكن run out عندك في المنهج. fade out دي موجوده في نص القاموس. طيب هتقول لي انا مثلا شفت مدرس حالها run out، هقول لك روح اكتب في قاموس اوكسفورد او في لونج مان، هتطلع لك التعريف ده نصا زي ما هو كده عشان نخلص من الجدل يعني. drinking lots of water، تناول الكثير من المياه، is not for good health، ده شيء ايه للصحه الجيده. additional اضافي، trivial تافه، زيها زي كلمه trif
لينج اللي معناها برضو تافه، زيها برضو تايني وماينور اللي معناهم دقيق او تافه. المهم بروتال ديت قاسي او وحشي، دي معناها قاسي او وحشي. ممكن يجي لك سؤال زي ده كده يقول لك ان مس هافيشام موز بروتال وومن، كانت امراه قاسيه او وحشيه، فخد بالك منها. اسينشال اساس او ضروري، فتناول المياه الكثيره ده شيء ضروري لصحتك. بليز تيرن داون ذا فوليوم، يعني لو سمحت وطي الصوت شويه. I am suffering not a severe headache، انا اعاني من، يبقى suffer from، انا عندي صداع شديد. What are the factors that not to achieving، بص يا معلم، ما هي العوامل التي ايه الى تحقيق التقدم ان اندستري في مجال الصناعه؟ هنا في ملحوظه عايز اقول لك عليها. انت لما تقول بروجريس، بروجريس ان، دي معناها التقدم في. طب لو انت قلت لي ان بروجريس اللي كنا لسه حالا بنتعامل معاها في السؤال اللي قبل كده، ان بروجريس دي كده معناها مستمر. ذا ميتنج از ان بروجريس. طيب عندك ان ادفانس دي معناها مقدما. طيب ادفانس ان معناها التقدم في. حلو الكلام، ارجع كده بقى يا باشا في الجمله اللي بعدها. الراجل بيقول لك ايه في الجمله اصلا؟ بيقول لك ما العوامل التي نقط الى تحقيق التقدم. ليد تو يؤدي الى، وبعد تو هنا الفعل مضاف له اي ان جي، لان ليد تو يؤدي الى، فتو هنا حرف جر. اد تو يضيف الى، انكريز ان او انكريز باي، ما فيش انكريز تو، وبعدين اصلا مش عايز يزود، هو عايز يقول لك العوامل التي تؤدي الى. ريز يعني يرفع. There was not in sales، كان في ايه في المبيعات، والشركه كسبت الكثير من الارباح، يبقى كده في زياده، يبقى increase. عارف انت ممكن ناخد ديكلاين امتى؟ لو قال لك زير ووز ديكلاين ان سيلز اند ذا كومباني لوست، خسرت، كنا خدنا ديكلاين. ديتيريوريشن يعني تدهور او انحدار، وبتساوي ديكلاين. سجستشن اقتراح. وي ار ستيل ديلينج ويز بروبلمز نوت ايرورز. هنا بقى السؤال ده محتاجين نركز معاه. ريزلت ان دي اللي بتساوي ليد تو، وبتساوي كمان كوز قلناهم في الفيديو الاولاني تقريبا، وبتساوي كمان برينج اباوت. طب ما تيجي نكتبهم في حته فاضيه كده عشان هم مهمين، عايزك تركز معايا كده. كلمه كوز اللي معناها يسبب، الراجل بيديني ليها كذا بديل واحنا عارفينه في منهجنا على مدار المنهج كده. برينج اباوت كوز يعني يسبب، برينج اباوت يعني يسبب، ريزلت ان يعني يسبب، جيف رايز تو قابلتنا قبل كده في قطعه، يبقى كوز برينج اباوت ريزلت ان جيف رايز تو، الناس دي كلها كده بمعنى يسبب. وما تنساش ليد تو عشان كلهم معناهم يسبب او يؤدي الى. طيب امال ريزلت، ريزلت فروم دي معناها ينتج عن، ينتج عن. فزي ما قلت لك قبل كده ان التدخين سموكينج، التدخين ليدز تو ديث، التدخين يؤدي الى الموت، كل دول كده وبعدين ديث. او انك تقول لي ديث الموت يا عم بينتج عن سموكينج التدخين. وقلت لك برضه في الفيديو بتاع الحصه اللي فاتت، يعني يا ريت حضرتك تكون سمعته، اللي هو كان بيقول لك عندك ا ريزلت اوف اللي معناها نتيجه من نتائج شيء معين. طيب ارجع كده يا عم الحاج على السؤال. الراجل هنا بيقول لك وي ار ستيل ديلينج ويز بروبلمز، ما زلنا نتعامل مع المشاكل. نوت ايرورز المؤديه الى الاخطاء، ميد ان ذا باست التي ارتكبت في الماضي. طيب ريزلت فروم قلنا معناها ينتج عن، طب ريزلت ان يؤدي الى، انت بتقول احنا بنتعامل مع الاخطاء الناتجه عن، الناتجه عن يبقى ريزلتنج فروم. انا اهو لسه هنقول لك اهو ان ينتج عن، يبقى دي اسمها كده الناتجه عن. طبعا ليد تو اصلا لو انت على خربوش عارف ان ريزلت ان بتساوي ليد تو زي بعض. ان ات يعني يهدف الى، فاحنا خدنا الاولى. هارد ورك نوت ان سكسس العمل الجاد يؤدي الى النجاح، يبقى ريزلت ان، هابنس يعني يحدث، increase يعني يزود، expect يتوقع. فانت بتقول والله العمل الجاد يؤدي الى النجاح، يبقى results in success او leads to success او brings about success او causes success على طول. it's a 10 اللي هنا في النص، ما دام عندي a فاللي في النص هيبقى من غير s ومن غير apostrophe ومن غير apostrophe s، يبقى minute. I used to sit not my desk، يجلس على الكرسي اسمها sit at my desk مش on، لا انت مش، انت ما بتقعدش فوق المقعد، انت بتقعد جنب المقعد الديسك اللي انت بتقعد عليه، اسمه سيت ات ذا ديسك يعني يجلس على المقعد مش اون. وده سؤال برضو خلبوس، سيت ات ذا ديسك. ريفنج تيك ريفنج طبعا مصطلح اتحل قبل كده، تيك ريفنج يعني ينتقم من.
او ياخذ انتقامه وياخذ بسعره. Which mobile phone have you decided not sir؟ ايه الموبايل اللي حضرتك قررت تشتريه يا سيدي؟ كلمه decide اصلا حضرتك المفروض عارف ان decide يعني يقرر، بعدها ناخد تو الفعل في المصدر، ممكن نجيب decide ذات وبعدها جمله، ممكن نجيب decide وقلنا ونسكت، او نجيب بعدها اسم ودي معناها يختار. لو انت قلت لي this is the mobile I have decided on، ده الموبايل اللي انا اخترته، او I have decided on this mobile، اخترت هذا الموبايل. فالراجل انا بقول لك ايه الموبايل اللي حضرتك اخترته فتاخد لي on. If you want to study for math exam، لو انت عايز تذاكر في امتحان الرياضه، a list of the topics، اعمل قائمه، يقوم بعمل قائمه اسمها make a list of، يقوم باعداد قائمه. After I finish answering all the questions، بعد ما انتهي من اجابه كل الاسئله، I usually not quick revision، انا بقوم بعمل مراجعه. وهنا السؤال ده مهم، الفرق بين make revision ودو revision، ركز معايا. لو انت قلت لي make a revision دي صح، ولو انت قلتها do a revision دي برضو صح. الفرق فين بقى؟ do a revision معناها يعمل مراجعه للامتحان، يعني ذاكر للامتحان، لكن make a revision دي معناها يعمل مراجعة بهدف التعديل. انت في الامتحان دلوقتي، حلو، عندك ثلاث اسئلة، السؤال الاولاني، السؤال الثاني، السؤال الثالث، انت جاوبت الاسئلة الثلاثة. طيب انت اخترت الاولاني A والثاني B والثالث D، بعد ما خلصت كده خلاص رايح تراجع، فقلت الاولى A مظبوطة، الثانية B، لا ده مش B، المفروض انها C، فانت عملت دلوقتي دي اسمها make a revision، ده تعمل مراجعة عشان تعدل الغلط، دي اسمها make a revision. لكن انت عندك امتحان كيمياء بكره يا معلم، هتمسك كتاب الكيمياء تذاكر كتاب الكيمياء، انت مش هتعدل في المعلومات اللي في الكتاب. طيب الراجل هنا بيقول لك هنا بعد ما انتهي من اجابه الاسئله اللي في الامتحان، انا بقوم بعمل مراجعه عشان اعدلها، لو فيها مشكله يبقى ميك ا ريفيجن، او هتختار دو هنا. A lot of people sit, still believe، الكثير من الناس ما زالوا يعتقدون ايه؟ ماجيك، يؤمنون بالسحر، اسمها بليف ان، بليف ان على بعضها كده يعني يؤمن بيه، وده ايديا محفوظ ما فيهوش مشكله. What activities can you not to help you feel good؟ انت عارف ان activity وwork وjob وtask والحاجات دي كلها كده باخد معاهم do، يبقى what activities can you do، لكن suggestion وrecommendation وmodification معاهم make. I expected my friend to help me، توقعت ان صديقي يساعدني، but he let me، والسؤال ده المصطلح ده جامد جدا، let someone down معناها يخذل، انا توقعت منه ان يساعدني لكنه خذلني. الكتاب ده جايب شويه اسئله على الجرح. let me down خذلني. burnout is caused by both decisions you not and situations you can't control، الارهاق ده بيحصل بسبب القرارات التي تتخذها، اسمها make a decision. انت عارف ان make a decision، حافظين المصطلح، زي let me down مصطلح حافظينه، زي do activity، زي believe in، زي make revision، الكلام ده المفروض ان حضرتك حافظه كمصطلحات اصلا. reading القراءة enriches يعني تثري our culture، تثري معارفنا، ثقافتنا، و a difference to our lives، ادي دي make a difference يعني يحدث اختلافا، make a difference، make modifications، make recommendations، make suggestions، احفظ الكلام ده عشان ده مهم. طيب يبقى الايديوم make a difference معناها يحدث اختلافا. it is important to be not of the signs of burnout، من الضروري انك انت تكون ايه لعلامات او اشارات الارهاق. ساينز دي معناها اشارات او علامات، جت عندنا في المنهج بمعنى تاني، كانت ساين، كانت ساين بوست اللي معناها برضو يفطع او اشاره وكده نفس المعاني. هنا بقى مقصود بيها السيمبتومز، السيمبتومز اللي هي معناها الاعراض. المهم يا باشا انت لازم تكون واعيا، يبقى اوير، لابد ان تكون واعيا باعراض الارهاق. this is our house، هذا منزلنا. it not to us، المنزل ده بيتنا فهو ملكنا. كلمه يمتلك انت عارف have و own والحاجات دي كلها، ركز معايا كده، انت ممكن تقول I have او I own a house، انا امتلك منزلا، لكن انت بتقول a house، ال او منزل belong to me، belongs to me، يعني الخلاصه ان belong to بنجيب الحاجه اللي بنمتلكها قبلها، مع have و own و possess الحاجه بعدها. طيب المهم هنا السؤال ما كانش ده هدفه، الراجل قايل لك this is our house، ده هو منزلنا، it هو يخصنا، يبقى belongs وده عندك to فوق. it is not easy to not people's minds، ليس من السهل انك تعمل ايه في عقول الناس. والله يا مستر عندي كلمه mind اصلا من حيث الفكره يعني لها معنيين،
عندك ميك ميك اب مايند يور مايند مثلا او اور مايند وهكذا، دي معناها يقرر اخد ديسايد. وعندك تشينج مع مايند دي معناها يغير رأيي. الراجل عايز مين فيهم بقى؟ الراجل بيقول لك انه ليس من السهل انك تعمل ايه في اراء الناس، يو كان جاست تراي تو ادفايس، انت بتنصحهم وخلاص. يبقى تشينج بيبلز مايندز معناها تغير اراء الناس. اتس ا جود ايديا تو نوت اوت ديفرنت بليسز اند اسيس وير يو كان كونسنتريت بيتر. بقول لك ان من فكره جيده انك انت تعمل ايه في اماكن مختلفه بحيث تعرف هتركز فين وما تركزش فين. بوت يعني يضع، بريك يعني يكسر ومعناها راحه، كراي يعني يبكي، تراي يعني يجرب. فكره كويسه انك تجرب اماكن مختلفه وتشوف نفسك هتركز فين فتختار المكان ده وتقعد تذاكر فيه. طيب الجزئيه الثانيه يا باشا اللي هي جزئيه الايديومز او سؤال، بقول لك التيكس، طبعا هو جمع كل الايديومز اللي في المنهج في الحبه دول فيا ريتك تراجعهم. التيكس ا لونج تايم تو ووك تو ذا توب اوف ذا هيل بات اتس نوت ذا ايفورت. بقول لك الموضوع بياخد منك فتره طويله عشان توصل قمه الجبل لكنه يستحق الجهد. It is worse the effort. Worse اللي هي ده هي. لكن worse أسوأ. Worst الأسوأ. Worthy of وبعدها اسم معنوي احفظها. لما أقول لك مثلا you are worthy طبعا كل دول صفات. You are worthy of respect. طيب وهنا عايزك تركز على فكرة قلتها قبل كده بس أكدها لك. كلمة deserve. كلمة deserve يعني يستحق. وكلمة worth برضو يعني يستحق. الفرق فين؟ إن be worth ده هي صفة. لكن deserve هنا عبارة عن فعل. فلو عايز اقول لك انت تستحق مثلا تستحق اي حاجة بقى الجائزة يبقى you are worth لكن you deserve من غير are، ما هي deserve دي اصلا فعل. فانا هنا يا سيدي الفاضل خدنا worth اللي رقم بي. طيب the series is very interesting. السلسلة دي رائعة جدا. So the viewers are waiting with bated breath. اللي ده احنا عرفنا منه. Wait with bated breath اللي هي دي. وركز كده ان bated وبعدين breath ما فيهاش ايه في الاخر. The youngest son has a special knot in the heart of the family. الطفل الاصغر ليه مكانة خاصة. Special place ده سؤال 2022 حليناه في الامتحان اصلا وشرحناه هناك. I applied for the job. And I am waiting for the answer to my application with bated breath. قلت لك قبل كده المصطلح wait with bated breath معناها انك انت قاعد مستني وانت nervous يعني متعصب و excited ومتحمس زي نتيجة الامتحان زي ما قلت لك قبل كده. انت بتكون قاعد عمال ترجف وتخبط على الجيران برجليك بس نفسك تعرف اللي حصل متحمس. طيب دي معناها no longer expect ولا I am waiting hopelessly ولا I am in a nervous and excited. هي دي I am in a nervous اهي و excited state anticipating وات منتظرا متوقعا ما سيحدث. When I saw a huge animal in the dark I jumped out of my skin. دي بتعبر عن الخوف، انا نطيت من مكاني يعني معنى كده ان انا كنت terrified مرعوب او scared. Once I got my breath back get my breath back بدأت اتنفس يعني بشكل طبيعي يعني انا اسرعت للمنزل باسرع ما يكون. ده كلام مين؟ ده كلام بيب في القصة. دي معناها found difficulty breathing easily وجدت صعوبة في التنفس بشكل طبيعي. Shouted madly بدأت أصرخ بجنون من أجل المساعدة. Faced the situation واجهت الموقف بشجاعة ولا started breathing normally again معناها إنك أنت بدأت تتنفس بشكل طبيعي تاني. Get my breath back معناها استعدت أنفاسي. طيب a heart of stone يعني قلبه جامد يعني معنى كده إن هو قاسي. طيب المهم بقولك the protagonist has الشخصية الأساسية في القصة كان عنده قلب حجر، ده معناها إن is very cruel يعني كان قاسيا جدا قلبه حجر. This young man has a place in my heart. له مكان في قلبي. ده معناها I always remember his action. دايما بفتكر افعاله. ولا he has a broken heart. قلبه محطم. ولا I like him very much. بحبه جدا. ولا I have a problem. عندي معاه مشكلة. يا معلم ده ليه مكان في قلبك يعني انت بتحبه جدا. I couldn't put my finger on. انت حتى في العربي كده بتقول في مشكلة بس انا مش عارف احط ايدي عليها. يعني مش عارف احددها. طب دي معناها I failed to be satisfied. أنا فشلت أني أكون مرضي. I was unable to forget. مش قادر أنساها. ولا I wasn't able to remember. مش قادر أفتكرها. ولا I couldn't have known it. couldn't have known يعني أكيد ما عرفتهاش. لا أستطيع أنا أتعرف على المشكلة. يبقى الإجابة رقم دي. طيب رقم 10. When I received the dreadful news. لما أنا تلقيت الأخبار الفظيعة دي. My heart not. قلبي my heart sank معناها ان قلبي بدأ يغرق في الحزن يعني اتخضيت يعني.
I was upset and disappointed. احفظ الإيديوم my heart sank. My heart sank. في مصطلح تاني اسمه my heart، مش عارف هيقابلنا ولا ايه، فعشان كده ما ننساهوش، يعني is set on something، يعني قلبي معلق بشيء ما. I'm going to pick my uncle from the airport. انا هروح التقط عمي. Pick someone from a place. This means that I am going to، ده معناها ان I say goodbye، راح اودعه، ولا take my uncle from home to the airport. اسمع، ده قال لك في الجملة I am going to pick my uncle from the airport، يعني من المطار، يعني دي كده بره، دي معناها انك انت هتاخده من البيت للمطار. لا، ده انت هتقابل عمك في المطار and take him to another place، اللي هي رقم سي. لو اتلخبطت بين سي بي وسي، الراجل في الجملة بيقول لك pick him from the airport، يعني انا هجيبه from، من المطار. طيب he is really beating himself up over failing the exam. ده معناه he is beating himself، يعني عمال يلوم نفسه. beat himself up لانه رسب في الامتحان. ده beat himself up معناها يلوم عموما يعني. he has decided to try again، قرر يحاول تاني. he wants to forget، عايز ينسى الايفنت. ولا he blames himself for failing، يعني هو بيلوم نفسه. ولا he ignores the event، تجاهل الحدث. لما تقول لي beat himself up معناها blaming himself، اللي هي رقم C. طيب I gave you a word، انا اديتك كلمة، يعني وعدتك. حتى احنا في مصر كده يقول لك انا اديتك كلمة، خلاص بقى اكبر يعني، يعني وعدتك، يعني I promised you. احفظ الايديمز دي يا ابن الله يكرمك، الايديمز دي لازم يجي منها في الامتحان. Our hearts were all not، هي دي، قلبي معلق بي، قلوبنا كانت معلقة. ليه مش سات؟ لا، سات دي حضرتك الماضي من ست، اللي معناها يجلس. هو قلبك معلق مضبوط على حاجه معينه، يبقى set on. My dad said، ابويا قال لي، from this moment and into the future، من الان فصاعدا. ده معناها from now on، اللي معناها من الان فصاعدا. from لا تمره دي، احنا عايزين from now on. from now on اللي هي رقم سي دي. from now on معناها من الان، من الان فصاعدا. وهنا عايزك تركز، انت يا باشا اشتريت عربيه الان ناو، وهتستخدمها طول حياتك في المواصلات، يبقى تقول لي from now on. from now on معناها من الان فصاعدا. طب لو انت في سنه 2008 اشتريت عربيه وبتستخدمها لحد النهارده، ده معناها انك بتستخدمها from then on، معناها منذ ذلك الحين اللي هو 2020 او 2008 حتى الان، يعني دي معناها من الان فصاعدا حتى المستقبل، لكن دي من ذلك الحين حتى الان لحد ما نوصل للمضارع. يعني الشوب اسيستنت توكد مي انتو، توكد مي انتو يعني خدعني. باينج ذات اكسبنسيف تي شيرت معناها انه اقنعني اني اشتري التيشيرت، ده معناها انه سمح لي، لا اقنعني تو كام اجين، ان اجي تاني برضه، لا كونفينسد مي تو باي ات. احفظ ان توك مي انتو يعني يقنع، باينج بشراء يعني اقنعني بشراء. children need to be taught not to talk back to their parents، الاطفال لازم يتعلموا ان هم ما يردوش على اهليهم. كلمه talk back يعني يرد على، ده معناها ان هم مش مسموح لهم to discuss، ان هم يتناقشوا. ولا shouldn't be allowed to reply rudely، مش مسموح ان هو يرد على ابوه بشكل غير مؤدب، رقم بي طبعا ما تردش بشكل غير مؤدب. اللي بعد كده a picture is worth 1000 words، الصوره ابلغ من 1000 كلمه، ده معناها ان you shouldn't be talkative، المفروض ما تكونش صرصار. ولا you should be silent، يجب عليك انك تسكت، ما هم ايه وبي زي بعض، ما تكونش صرصار يعني اسكت. it's better to show than tell، من الافضل انك تشوف من اني اخبرك، هي دي. it's better to tell than show، بقول لك ايه، ان الصوره ابلغ من 1000 كلمه، يعني انت لما تشوف الحاجه بعينك احسن لك، ما افضل احكي لك عنها طول النهار، يبقى رقم سي. covid 19 it is still spreading، كورونا بدأت ما زالت تنتشر، but ولكن the light is at the end of the tunnel، النور في نهاية النفق، ده معناها ان شاء الله في امل، ده معناها ان we will reach the end، هنوصل اخر النفق. something bad، في حاجة وحشة هتحصل. we should have a lot of hope، لازم يكون عندنا امل. even though it is dark، لو حتى بالرغم ان كل شيء مظلم حولنا، لازم يكون عندنا امل. دي الاجابة الصح فعلا. احنا بعد كده هندخل على الاسينمز والانتنمز، وهو مش مكتر عليهم، ده هو جاب 14 جملة عليهم، يعني مش كتير. أول سؤال، الراجل بيقول لك the old man was grumpy، الراجل كان متذمرا. as he had missed the train، لأنه فاته القطار. كلمة grumpy هنا is close in meaning، ركز كده، وعايز منك عكس ولا مرادف، ركز. grumpy يعني متذمر.
دي معناها انه اكسايتد متحمس، ولا دريد ديت مش عارفينها اصلا ما شفناهاش قبل كده. اعتقد انها كلمه غلط اصلا، المفروض ان هي درايد لان كده مش كلمه يعني، درايد اللي هو مجفف. كيوريوس وفيوريوس دول يا معلم هيلخبطوك في امتحان رسمي، ركز معايا. فيوريوس يعني شديد الغضب، شديد الغضب يعني زي كلمه جرامبي، لكن كيوريوس دي معناها فضولي زي كلمه نوزي اللي احنا خدناها قبل كده بمعنى فضولي، وانكويزيتيف اللي معناها فضولي. احنا بنحل في السنه والانتنم، فهات اخرك كده معايا. طيب وايل بينج ابرود، اثناء كوني في الخارج. اي جويند ا فيرتشوال ميتنج، انا انضميت لاجتماع افتراضي. الكلمه اللي هي عكس فيرتشوال، فيرتشوال يعني افتراضي، عكسها اكتشوال حقيقي، نورمال طبيعي، وفيجوال يعني بصري، وسبيشال يعني خاص. فانت انضميت لاجتماع افتراضي كانه اجتماع يعني، معنى كده بقى انه عكسه حقيقي اجتماع. ذا فيليج اورجنايزد، القريه نظمت بابليك فورم، منتدى عاما. تو ديسكاس اتس بروبلمز، مناقشه مشاكلها. كلمه فورم يعني منتدى، بتساوي ميتنج يا باشا وقلنا دي النهارده. بروفيت يعني ربح، ديفيجن يعني انقسام، وميشن يعني بعثه او مهمه. اللي بعد كده رقم اربعه، ذا تيتشر، المعلم. يوز تو سكولد، سكولد دي قصتها بكل ما فيها هي الاتي، ركز معايا. كلمه سكولد ده بتساوي تل اوف، وممكن نستخدمها بتساوي بليم اللي معناها يلوم، وممكن نقول بتساوي كلمه ريبيوك واحفظها عشان القطعه، وممكن كمان كلمه سكولد معناها سكولد تيل اوف وبليم وريبيوك، دول اعتقد بدائلها. طيب عكسها ايه بقى؟ واحد بيوبخك، عكس الثاني هيبريز يو، هيثني عليك، او انكارج يو، يشجعك. طيب هنا خدنا قلنا سكولد، المهم في الاخر قال لك الكلمه تحتها خط ديت سكولد، ممكن نحط مكانها بليم يا باشا وريبيوك وتيل اوف، لكن بريز عكسها، انكارج برضه عكسها، وفورس يعني يجبر. ما براذر بروكراستينيتد، بروكراستينيت يعني يماطل، انتل ذا لاست لحد اخر لحظه. السينما من كلمه بروكراستينيت اللي معناها يماطل، بيرفورم يؤدي، ارجيو يعني يجادل، ريبليس يعني يستبدل، طب بوست بون اللي معناها يؤجل. وبالمناسبه كلمه بوست بون وهي ديلي كمان معاها، بوست بون وديلي وبروكراستينيت معناهم يؤجل او يماطل. ا جود جورنالست، الصحفي الجيد لازم يكون نوزي، لسه حالا كنا بنقول نوزي وانكويزيتيف وكيوريوس، معنى كده ان انت تكون كيوريوس وانكويزيتيف، الكلام بيكرر بعضه، عشان كده بقول حلوا كتير يا جدعان، ما تركزوش على شرح يا جدعان، اسمعوا كلامي لله، ما تسمعش شرح، ما تسمعوش شرح يا جدعان، حلو حل يا حبيبي، لو عندك وقت ومره تسمع حد، اسمع حد بيحل ايا كان هو مين. اول ذا هول اللي هي عموما، اي ثينك ذات تكنولوجي از دبل ايجد ويبن، دبل ايجد ويبن معناها سلاح ذو حدين. اول ذا هول دي معناها عموما زي ما قلنا، اللي بتساوي اون بيربس معناها متعمدا، ديوتي اون ديوتي في الواجب يعني، ان جنرال عموما، لكن ان بارتيكولر خصوصا، دي عكسها. I like reading adventure stories in particular، بحب اقرا القصص المغامرات in particular يعني خصوصا. هنا كلمه in particular خصوصا عكسها عموما، يبقى in general. امال ايه in short؟ باختصار in advance مقدما، in duty اللي هو معناها المنوط به القيام بدور قائد مثلا او كده، اللي هو in duty لما نقول the person in duty مثلا الشخص القائد مثلا او كده. What are the major events؟ ايه الاحداث الرئيسيه in your life؟ في حياتك. كلمه major يعني رئيسي او اساسي، عكسها minor اللي لسه كنا بنحكي عليها تافه، وبدل minor ممكن نستخدم minute اللي معناها صغير او دقيق، وممكن نستخدم مكانها برضو كلمه tiny وtrifling وايه تاني، كان في حاجه تانية مش فاكر كانت ايه، basic اساسي، sad حزين، ودينجرس خطير. My dad always inspires me، ابويا دايما بيلهمني to achieve more، عشان احقق اكثر من ذلك. inspire يعني يلهم، عكسها ايه يا معلم؟ انسباير اللي معناها يلهم، عكسها اكسبريس يعبر عن، موتيفيت يحفز، لا ده بتسويها، بريز يعني يشجع، لكن ديبريس معناها يحبط، واحد بيشجعني التاني بيحبطني. اركولوجيستس امبلمنتد ذا ايفالويشن ايفاكيويشن سوري اللي هو اخلاء يعني، اخلاء يعني نطلع الناس من المكان. بلان كلمه امبلمنت يعني يطبق، معناها بوت اوف يعني يؤجل، زيها كلمه ديلي وبوستبون وبروكراستينيت. كاري اوت يعني ينفذ، count on يعني يعتمد على زي كلمه depend on و count on و rely on. aim at يعني يهدف الى، الراجل بيقول لك ايه، ان علماء الاثار بينفذوا الاخلاء، يبقى ينفذ carry out ينفذ. طيب to achieve more success you will need a lot of perseverance، انت عشان تحقق النجاح فانت محتاج مثابره. كلمه perseverance اللي معناها مثابره دي بتساوي carelessness اهمال، cleverness ذكاء، determination اصرار، لكن deterioration معناها تدهور وقله وانحدار، يعني هي ممكن تساوي كلمه decline لو معناها انخفاض او كده.
pollution has serious impact on the weather. التلوث له اثر كبير على الطقس. كلمه impact معناها اثر، بتساوي importance اهميه، influence يعني اثر، يبقى هي دي. affect ده فعل بمعنى يؤثر على، cause يعني سبب. خد بالك الاسم يساوي اسم والصفه تساوي صفه، اوعى تتلخبط. اخر سؤال 14، she has made a great contribution، لقد حققت اسهاما كبيرا، to social work، العمل الاجتماعي، in her neighborhood، في مجاورتها او حيها، الحي الذي تعيش فيه يعني. contribution هنا معناها مساهمه، بتساوي deprivation. deprive يعني تجريد، يعني يجرد شيء، يعني لو اقول لك مثلا انت مجرد من المشاعر، هي deprive دي. donation تبرع، estimation تقدير، وrelation معناها علاقه. فطبعا انت عارف contribution يعني donation. احنا خلصنا دي بفضل الله كده، اول ست وحدات خلصناهم كلهم كلمات بما كل ما فيهم من كلمات. الجزء الباقي معانا جزء القواعد، انا ان شاء الله هسجله النهارده، بس اوعدك ان انا ما انزلوش غير لما اشوف كده الناس بتسمع، وانا ما بسمعش ان انا بسجل في الفاضي يعني. فان شاء الله انا مش هسجل، مش هنزل الفيديو القواعد ده، انا هبدا اسجله حالا ان شاء الله، بس مش هينزل غير لما اشوف كده الناس سمعت الفيديو اللي فات، لان مش هضيع وقتي على الفاضي يعني. طيب الجزئيه اللي فيها القواعد دي هسجلها كلها مره واحده، دول 102 سؤال، وما اعرفش هم بالترتيب ولا ايه، لا مش مرتبين، هم هيكونوا اكتر من 300 نقطه بالمنظر ده يعني، بس هبدا اسجل فيهم دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. قبل ما تمشي حضرتك حاول تنشر الفيديوهات، تعمل لايك، تعمل كومنت علشان استمر معاك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.